لكريم أحمد عشان نشوف تفاصيل هذا الحفل ونرجع لحضراتكم على طول. اتفضل كريم، أهلا بيك. كابتن ميدو، برحب بيك في البدايه وبرحب بكل مشاهدي ومتابعي قناه الاهلي في كل مكان. برحب بيك طبعا يا كابتن ميدو. يمكن سريعا، يمكن في مقر النادي الاهلي بالجزيره حفل رائع ومميز، شركه برزنتيشن يمكن بعد عقد الرعايه وبعد طبعا تفعيل عقد الرعايه اولى للحفلات هنا في مقر النادي الاهلي بمدينه نصر. سريعا هينضم لي العميد حسن مسعود مدير فرع مدينه نصر. حسن بيه، في البدايه بارك لكم الاول على عقد شركه برزنتيشن، شركات احد الشركات الرائعه والرائده في مصر على رعايتها للنادي الاهلي. حابب تقول في البدايه عن هذا الامر حسن بيه؟ والله احنا الحمد لله، احنا النادي الاهلي طبعا في الرياده، والنادي الاهلي اكبر الانديه سواء في مصر او في المنطقه العربيه، فهو دايما بيبقى مطلوب اي حد يتعامل معاه، اي شركات الكبيره بتتعامل معاه. بالنسبه لموضوع برزنتيشن، طبعا ده احنا بنبارك لشركه برزنتيشن وبنبارك للنادي الاهلي بالعقد الملياري اللي تم الحمد لله، عقد يفوق العقد السابق، وده لقيمه النادي الاهلي الكبيره ووجود النادي الاهلي والمشاركة في كل البطولات والانتصارات. فالنادي الاهلي دايما هدف وطارق كبير لجميع الشركات الكبيرة، فالحمد لله احنا بنبارك لأعضاء النادي الاهلي، للنادي الاهلي، لشركة برزنتيشن على العقد المليار اللي تم. يمكن باكد يا كابتن نميدو تاني، يمكن ده عقد، يمكن هنا احنا متواجدين في مقر النادي الاهلي مدينه نصر، يمكن انا يمكن قلت الجزيره لكن احنا في مقر النادي الاهلي بمدينه نصر. رجع تاني للعميد ده حسن مسعود. النهارده الحفل يمكن بيبدا الساعه 6، لكن شايفين تجمع كبير من اعضاء النادي الاهلي. حفل اكيد هيكون مميز ورائع. ترتيبات الحفل ازاي حسن بيه؟ قول لنا على البروجرام والامور النهارده ماشيه ازاي في اهلي مدينه نصر. والله احنا عندنا النهارده مناسبه كبيره، وهي مناسبه مرور 25 سنه على افتتاح فرع النادي في مدينه نصر. والافتتاح ده تم في 28 اكتوبر 1993. الحمد لله مر النهارده 25 سنه. قصه انشاء الفرع قصه نجاح للنادي الاهلي دايما. النادي الاهلي دايما في الرياده من اول نادي عمل فرع، اول نادي استغل اسمه ومكانته واعضائه وعمل فرع اخر في مدينه نصر. النهارده زي ما حضرتك شايف عدد الاعضاء قد ايه، الاعضاء النهارده متواجدين قد ايه، الازدحام الموجود قد ايه. النهارده في حفل ان شاء الله بيتم بهذه المناسبه بالتنسيق مع شركه برزنتيشن، الشركه الراعيه للنادي الاهلي، وبيقام حفل النهارده. احنا اشتغلنا من الساعه 6 مساء النهارده، وفي الفقره الرئيسيه الفنان عصام كاريكا، دي الفقرة الرئيسية. فالأعضاء طبعا زي ما انتم شايفين في الزحمة قد إيه، سعداء قد إيه، فرحانين قد إيه. النادي الأهلي دايما تبقى لمجلس الإدارة وبرنامج عائلة الأهلي إن بيستغل كافة المناسبات في الترفيه على الأعضاء وعمل تجمعات والعيلة الكبيرة. والنهارده الحمد لله احنا شايفين الارقام عامله ازاي والاعداد عامله ازاي وسعاده الناس عامله ازاي بهذه الاحتفاليه اللي بتتم النهارده ان شاء الله. كمان يمكن على هامش النهارده الحفل اجتماع مجلس الاداره ايضا كمان النهارده في مقر النادي الاهلي مدينه نصر بحضور الكابتن محمود الخطيب ومجلس الاداره. يبقى ايضا كمان النهارده هيكون في مناقشات عديده جدا وامور عديده عن الانشاءات وعن تفعيل العقد، امور كثيره جدا برضه عايزين نتكلم عليها حسن بيه. النادي الاهلي طبعا مجلس اداره النادي الاهلي دايما مدينة نصر في اعتباراته، مدينة نصر في اهتماماته، بينعقد بمرات عديدة مجلس إدارة، ولكن النهاردة احنا عندنا مناسبة كبيرة وهي مناسبة مرور 25 سنة. فالنهاردة المجلس انعقد في مدينة نصر بكامل هيئته، عدا الكابتن جوهر اللي هو عشان رئيس بعثة بره، وبيناقش موضوعات جديدة وهامة جدا زي اعتماد عقد الرعاية تهديد جمعية عمومية وأمور أخرى. فده طبعا إن دل على شيء بيدل على اهتمام مجلس إدارة بفرع النادي وبأعضاء النادي وأهمية تواجدهم باستمرار داخل النادي، والنادي بمجد كامل هيئته برئاسة الكابتن محمود خطيب رئيس. نقدر نقول إن عصام كريكا هو الحفل اللي هيحيي هذا الحفل، هي دي الفقرة الرئيسية أو الفقرة المتواجدة في الحفل، وفي فقرات تانية حسن بيه؟ لا، النهارده الفقرة الرئيسية هي الفنان عصام كريكا، إنما إن شاء الله عندنا الجمعة الجاية تانية في هنعمل امتداد للاحتفالية ديت إن شاء الله، إنما الفقرة الرئيسية النهارده الفنان عصام كريكا، وده طبعًا محبوب يعني الناس حباه والناس سعداء بيه والناس قاعده منتظراه، ويعني كلها نص ساعه يكون موجود ان شاء الله. رساله حسن بيه لاعضاء النادي الاهلي للحضور للحفل لكل من قام بتنفيذ هذا الحفل الرائع للعميد حسن مسعود حبيبي يقول لهم ايه؟ طبعا احنا بنتقدم للشكر للسيد المدير التنفيذي استاذ محمد مرجان، بنتقدم بشكر لشركه برزنتيشن اللي هي عملت نفذت هذه الاحتفاليه في ساعات قليله جدا جدا. بشكر الإدارة التنفيذية في مدينة نصر
بشكر اداره الخدمات، اداره الامن، بشكر كل المعاملين بالنادي من اكبر واحد لاصغر واحد، مجهودهم واضح جدا. بشكر الاعضاء اللي هم دايما بيتواجدوا بيلتفوا حول النادي بتاعهم، بيتواجدوا في كافه المناسبات وهم سعداء وبيبدوا سعادتهم وحبهم للنادي، فبتلاقيهم ملتفين حوالين النادي في اي مناسبه. وبرضه انا عايز اقول ان احنا في شهر اكتوبر ده شهر الاعياد وشهر الانتصارات، فاحنا الحمد لله الاعضاء الفرع او اعضاء النادي الاهلي باستمرار متواجدين في وسطينا ومعاهم، واحنا موجودين في وسطهم ومعاهم، فاحنا باذن الله مستمرين على كده وبنجتهد ان احنا نشوف كافه الخدمات المطلوبه للاعضاء، نعرف كل متطلباتهم ايه، بنحاول نذلل كل الصعوبات بمعاونه المدير التنفيذي ومعاونه مجلس اداره. تتوقع في حاجه خاصه النهارده للنادي الاهلي من عصام كريكو؟ هو اهلاوي صميم، عارفين تتوقع انه ممكن يبقى في حاجه النهارده للنادي الاهلي؟ هو عامل النهارده كذا حاجه للنادي النهارده وهذه المناسبه، فان شاء الله باذن الله هتبقى حفله كويسه. احنا اولا بنبارك، انا يعني كنت ابتديت، احنا بنبارك للنادي الاهلي بصعوده للمباراه النهائيه، ان شاء الله باذن الله بنتمنى فوز النادي الاهلي في المباراه القادمه بتاعت يوم الاحد، وان شاء الله باذن الله بنتمنى مواصله انتصارات في ماتش الترجي القادم وماتش العوده، ونوصل باذن الله لكاس العالم الانديه، ونبتدي ان شاء الله يبقى في احتفاليه كبيره قوي هنتشرف فيكم ونسعد اعضاء النادي الاهلي بالانتصارات وبالحفلات. وده زي ما قلت قبل كده ان ده هدف مجلس اداره، هدف عائله الاهلي، ان هو كل المناسبات يحتفل بيها، كل المناسبات مهتم بيها، كل ما هو ليسعد اعضاء النادي مجلس اداره مهتم بيه، وان شاء الله من نصر لنصر ومن احتفال لاحتفال. شكرا شكرا شكرا. كل الشكر التقدير طبعا لسياده العميد حسن مسعود مدير النادي الاهلي فرع مدينه نصر على هذه التصريحات، واخد من كلامه يا كابتن ميدو ان شاء الله باذن الله ان شاء الله عندنا امل كبير وثقه كبيره في لاعبتنا باذن الله ان احنا نحقق هذه البطوله الغاليه، زي ما سمعنا طبعا ان شاء الله ثقتنا الكبيره في لاعبتنا وفي مجلس الاداره ان هو بيوفر كل الدعم ان شاء الله وتوفير كافه السبل لفريق النادي الاهلي في البطوله الافريقيه. ارجع معاك سريعا هنا يا كابتن ميدو، يمكن الامور هنا يمكن مزدحمه بشكل كبير، عدد كبير جدا من اعضاء النادي الاهلي في انتظار الحفل الخاص بشركه برزنتيشن مجلس الاداره زي ما قلنا مجتمع، النهارده يكون في طبعا تفعيل عقد شركه برزنتيشن، عقد امبرو كمان اللي هو الشركه الراعيه لملابس النادي الاهلي، مباراه العوده ومباراه الذهاب بالنسبه للترجي التونسي هيكون فيها مناقشات، حضور الجمهور، الترتيبات الخاصه بالمباراه. بنتمنى مجلس الاداره النهارده يكون اجتماع مثمر، يكون فيه قرارات هامه جدا كعاده تسعد اعضاء النادي الاهلي وجماهير النادي الاهلي. انا معاك يا كابتن ميدو، لو في اي استفسار انا معاك. شكرا جدا يا كريم، خليك معانا واي جديد احنا معاك على طول لحظه بلحظه عشان نكون مع حضراتكم يعني.